سري في معناه ويطهر للذات وتقبل كف رسول الله. هذه هي الأجواء داخل الصحن الكاظمي الشريف في ذكرى ولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، إذ إن مظاهر البهجة والسرور تعم المكان. وفي هذه الليالي أقامت العتبة الكاظمية المقدسة عدة احتفاليات أحياء لهذه الذكرى الميمونة. هذا اليوم هو ختام مهرجان أسبوع ربيع الولادة، والذي اختتم بحفل مركزي بهيج دعيت فيه الأطراف من العتبات المقدسة، إعلاميين وشخصيات مجتمعية وشخصيات دينية وأيضا من طوائف أخرى. الهدف من هذا الاحتفال هو الهدف الأول هو الاحتفاء برسول الله وحفيده الإمام الصادق، ولكن الأهم من ذلك هو التذكير بأخلاق رسول الله ونهج رسول الله والعودة إلى نهج محمد وآل محمد لينعكس نهجهم على أخلاقنا وسلوكياتنا ونتحول به من النظرية إلى التطبيق. هذا هو المهم في هذه المناسبات، ليس فقط الاحتفال وإنما العودة والتطبيق. اجتمعت الطوائف والأديان وأهل التقوى والإيمان في كنف الإمامين المعصومين موسى والجواد عليهما السلام، وكل تلك الفعاليات سارت على صراط أحمد. من ضمن فعاليات مهرجان ربيع الولادة الرابع، يوم خصص للإنشاد الإسلامي وهذا لعامه الثاني، حيث بدعوة مباركة تقدمها العتبة الكاظمية إلى العتبات المقدسة بمشاركات علوية وحسينية، إضافة إلى الفرق الإنشادية الأخرى الموجودة، وهذا من باب الاهتمام الإعلامي وما يخص الإنشاد الإسلامي. وأيضاً أن الإنشاد الإسلامي الحمد لله اليوم العتبة الكاظمية المقدسة تتميز بهذا الإنشاد الإسلامي والجهود الكبيرة تبذلها فرقة إنشاد الجوادين فيما تقدمه في كل مناسبات أهل البيت من أفراح وأتراح. الحمد لله أكرمنا الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة الشريفة لحضور هذا المهرجان الكريم المبارك الذي أقامته الأمانة العامة العتبة الكاظمية المقدسة احتفاء بمولد فخر الكائنات سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وحفيده سيدنا الإمام جعفر الصادق عليه السلام. هذه المبادرة الكريمة اللطيفة جاءت لأمور كثيرة صراحة. أولاً أن القلوب محبة، والقلوب المحبة دائماً متعطشة وليس لها تبقى ظمآنة، فهذا الاحتفال يأتي إظهاراً لمظاهر المحبة التي يكنها الناس لأهل البيت الكرام عليهم السلام ولجدهم الأعظم سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله محلاه 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 ازدهر فيه الربيع وكان أبو القاسم. أقيمت تلك الاحتفاليات في هذا المكان الطاهر بحضور ممثلين عن المذاهب والأديان والطوائف، وهي خطوة توصل رسالة واضحة للجميع أن هذه الأرض هي ملجأ لكل العاشقين. لبرنامج هنا الكاظمية علاء الأنباري.